تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، يبدأ اليوم التسجيل في النسخة الرابعة لمسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي. وبناء على اجتماع اللجنة العليا المنظمة للمسابقة، تستمر فترة التسجيل حتى 13 من شهر مايو الجاري.